حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلام. انا ماجي نسيم، عامله لكم النهارده فيديو ما كنتش عامله حسابي ان انا هعمله لكم، بس كنت في قاسكو، رحت اجيب شويه حاجات من هناك، وانا هناك لقيت سمك التلابيا، البينك تلابيا اللي هو البلطي اللي لونه عامل زي المرجان دوت، موجود هناك. طبعا ما قدرتش ان انا ما حدش يشوف السمك فريش وشكله حلو وما حدش يقدر يقول له لا، فطبعا قلت اجيبه لكم. بس المره دي انا عارفه كل الناس تعمل السمك المقلي، بتعرف تعمله، حبيت اوريكم نوع السمك دوت للناس اللي عايزه تروح تجيب منه، من اللي موجودين في كاليفورنيا هنا اهوت، الموجود موضوع السمك، السمك ده موجود عندهم. حلو قوي، وطعمه في الاكل حلو، في المشوي، في القلي، وعملته مره صينيه كان مش وحش. تعالوا نشوف السمك دوت. انا هحيقه، عامله خلطه بتاعتي، الخلطه ديت انا بعملها من ساعه ما جيت من امريكا، بعملها بالطريقه دهيت، وبعملها بالكزبره الخضراء والفلفل الحامي والثوم وعصير ليمون وخل وملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وسبع بهارات بحطها عليها، وبحط شويه زيت كده على الخلطه، بتفرق خالص، حبه يعني معلقتين الزيت دول بيفرقوا، بيخلي كمان السمك يثبت فيه الحياء. تعالوا معايا هوريكم ازاي عملنا السمك وازاي عملت الخلطه. معلش هي بردك، وانا بحاول اصور لكم الاول دلوقتي الفيديوهات تكون اقصر شويه، لاني بعمل لكم الاكل وانا بعمله بصور، فصعب بالنسبه لي ان انا في عز ما اكون جايبه شوبينج وجايبه حاجه معايا، الدنيا بتبقى مكركبه والدنيا بتبقى عامله لغايه اما اشيل الحاجه بتاعتي، فعشان كده بحاول ان انا اصور لكم الحاجات بس لغايه اما اوضب حاجتي، ما اعمل لكم فيديو كامل لحاجه معينه. انا هعمل معاه رز صياديه، كل عارف الرز الصياديه ازاي انا بعمله، بحب بقطع بصلايه كبيره حلوه بشوحها بالزيت لغايه ما لونها يبقى غامق خالص، وبحط عليها كوبايه ونص، لو هعمل كوبايه رز هحط كوبايه ونص ميه، وبحيقه بملح وفلفل وكمون. ده الرز الصياديه، رز السمك. وبعمل معاه سلطه خضراء بالكزبره الخضراء والطماطم والبصل والخيار، وما بحطش حاجة تانية غير هم دول. تعالوا هشوف الأكلة النهاردة عاملة ازاي، يا رب تعجبكم، كل سنة وانتم طيبين. طبعا الصيام ابتدأ، فكله هيبقى عايز أكلات صيامي. دي خلطة السمك ديت هتعجبكم، ولو ابتديتوا تعملوا بيها السمك مش هتخلوا أي حاجة تانية تعملها. الخلطة ديت بعمل بيها السمك المقلي، بعمل بيها السمك المشوي، السمك اللي في الفرن، اي سمك هتعمليه اذا كنت هتدخليه الفرن او هتعمليه لازم تعمله خلطه في الاول، بعمله بالخلطه دي في الاول. فتعالوا معايا نشوف البينك تلابيا دوت او السمك البولتي البامبا دوت معمول ازاي، و يا رب يعجبكم. طبعا الناس بتوع مصر، انا بتاسف ان نوع السمك ده انا ما اعرفش اذا كان موجود عندكم في مصر ولا لا، بس انتوا عندكم احلى واشهى انواع سمك في مصر، يعني احنا بننزل مصر عشان ناكل احلى سمك. فطبعا جربوا الخلطه بتاعتي ديت، ممكن تفرق معاكم لما تيجي تعملوا السمك بتاع مصر. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفولو لايك للبيج، ويا رب الفيديو يعجبكم. عايزة اوريكم نوع السمك ده، انا جايباه من كاسكو دلوقتي، طبعا شفتوا طعمه وشكله ويشهي جدا لانك انت تاكليه. طبعا جبته هعمله على طول في يوميها، هنضفه وهنقعه بدقيق وليمون، وهغسله دلوقتي وهعمله الخلطة بتاعته، وهنقليه ونعمل شوية رز صيادية معاه وشويه سلطه ونقضي اليوم. بصراحه نوع السمك ده اسمه بينك تلابيا، نوع من انواع البلطي، بس هو لونه محمر شويه عامل زي المرجان كده، بس طعمه بصراحه في منتهى الجمال، وجربته كذا مره، ف
تقدري تعمليه مشوي كمان. فاللي حابب يجيب منه موجود في كاسكو دايما بينزله، والباكيتة فيها بتبقى 4 أو 5 بحوالي 13-14 دولار. تعالوا هعمل لها، هجهز الخلطة وهوريك وانا حاطة ايه في الخلطة. وهي دي خلطة السمك بتاعتي اللي بعمل بيها السمك المقلي في اي نوع سمك، اذا كان فيليه او سمك صحيح زي كده، اي حاجة تانية بعملها بعمل بنفس الخلطة ديت، بيخلي طعم السمك في منتهى الجمال. تعالوا نشوف هعملها ازاي. دلوقتي انا هعمل الخلطة، هجهز الخلطة فيها ايه. حطيت توم، راس توم متفصصة من تحت اهو، وحطيت قرن فلفل حامي، وحطيت كزبرة خضراء. هفرم الحاجات دهيت مع بعضيها، وبعد كده هحط التوابل بتاعتي، الكمون والكزبرة الناشفة والملح والفلفل والليمون والخل. وعندي توابل سمك كنت جايباها ممكن نحطها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ودي الخلطة اللي هحقق بيها السمك بتاعي بتاع النهاردة واي نوع سمك تاني. الكزبرة الخضراء بتخلي طعم السمك حلو جدا، ويا رب تعجبكم. تعالوا نشوف هنكملها ازاي. دلوقتي انا حطيت، فرمت التوم والكزبرة والفلفل مع بعض، وحطيت عليهم الخل والليمون، وهحط عليهم شوية زيت بيفرق في طعم الاكل. وهحط معايا التوابل، هيكون ملح وكزبرة ناشفة وكمون وبهارات وملح وفلفل. هحط دي التوابل اللي هحطها، ولو عندك توابل سمك جاهزة ممكن تحطي معلقة كمان معاهم، ما عندكيش هما دول كفاية. تعالوا نشوف هحط التوابل وبعد كده هو عاملة ازاي وانا بحرق السمك. هقول تاني، انا فرمت توم وكزبرة خضراء وفلفل حامي، فرمتهم في الكبة الصغيرة، وبعدين هحط 7 بهارات معلقة، ومعلقة فلفل اسود، معلقتين ملح، معلقتين كزبرة ناشفة، ومعلقتين كمون. دولت هحطهم، وحطيت معلقتين زيت معاهم. هقلب الخلطة دي، ودي الخلطة اللي هحيق بيها كل انواع السمك اللي هتتقلي او هتتعمل طاجن. لازم تتحيق بالطريقة دي هي الاول. دي الخلطة بتاعتي اللي انا بعملها، دي بتبقى حلوة جدا في السمك، وبتخلي طعم الكزبرة بتخلي طعم للسمك حلو قوي. جربوها هتعجبكم الطريقة دي هي. انا دلوقتي هكمل تحيقها وهحيق السمك وهوريكم هعمل ايه. بصوا انا ادينا حيقت السمك اهو من جوه ومن بره، ومشققاه من الحروف وحاطين جواها عشان كله يبقى حايق السمك، وتقدروا ان انتوا يبقى كله حايق مع بعض. وهسيبه بتاع نص ساعة كده وابتدي بعد كده اقليه. تعالوا نشوفه هنعمله ازاي، ويبقى بعد ما يتقلى هيبقى عامل ازاي. ادي كمان البصلة بتاعت الرز، انا مبقطعش البصل لان ولادي ما بيحبوش البصل في الرز يكون كتير يبان فيه، فبحط بصلايه صغيره بتدي برضك نفس الطعم. لسه طبعا لسه بدري على انها توصل للون اللي انا عايزاه. بصوا البصله لونها ايه، اغمقت ازاي، بقت لونها بني خالص، هيطلع لونها. انا حطيت 3 كوبايات ميه عشان هحط 2 كوباية رز، وهحط ملح وفلفل وكمون على الميه. الناس اللي كانوا بيسالوني على حلل جرانيت، الحلل الجرانيت دي موجوده في تي جي ماكس وفي مارشال، والحله ب 20 دولار. المقاس الصغير دي بياخد حوالي 4 كوبايات رز أو 5، وفي كمان الاكبر منها ب 35 او ب 30 حاجه زي كده، بتاخد من فرختين كبار من بتوع كاسكو او ان هي تتعمل. انا كده قلبت الرز ووطيت عليه وهسيبه لغايه ما يشرب وخلاص على كده. ده الدقيق، انا حطيت على الدقيق فلفل اسود وتوم بودره وملح وفي معاهم عشان يبقى حيق كده لما نيجي نحيق السمك. دي يعني حاجه جديده.
ده انا طلعت اعمله مع السمك بسرعه كده يعني، مش ده بس سهل جدا. ده متنضف مش بقشره، مش متنضف، يا دوبك متنضف الحته اللي من ورا ديت اهو، متشال منه الكيس الرملي. فيا دوبك انا حطيت عليه بصلتين وحطيت معلقتين ملح ومعلقتين كمون وهحط فلفل حامي وبس، وهسيبه على النار، هسيبه شويه وبعدين احطه على النار. اول ما لونه يبقى بينك يبقى كده سوا. تعالوا هوريكم ازاي بيتعمل، لان الجمبري مش المفروض ياخد وقت على النار، لان كل ما بيحطه على النار كل ما بيجلد بيبقى ناشف.